التلفاز. التلفاز، ومن لا يعرف التلفاز؟ وهل يمكن أن نعيش دون تلفاز؟ إنه ذلك الجهاز السمعي البصري الذي يحكي لنا قصصا، يظهر لنا صورا، يسمعنا أجمل الأصوات، ويرينا أجمل الألوان. نضغط على الزر فيشتغل، نشاهد الرسوم المتحركة والحيوانات المتنوعة والمقابلات الرياضية، فيأخذنا كما في الأحلام. ولكن لا تتركوا التلفاز يمنعكم من التسلية واللعب وممارسة الرياضة، ويشغلكم عن الدراسة، ويبعدكم عن النجاح، ويحرمكم من جلسة ممتعة بين أفراد الأسرة.